كتشوفوا معنا عبر المباشر عبر شوف تي في الإلكترونية. الناس كتمنى المنتخب الوطني المغربي يلعب هنا في طنجة. نتمنى الله سبحانه وتعالى يتأهل مع فريق الشقيق المصري. يتلعب يوم الغد في مركب مولاي عبد الله. يتلعب المنتخب الوطني المغربي ونظيره المصري. كتشوف معنا مباشرة عبر صفحتكم شوف تي في بملعب ابن بطوطة. تنظيم في المستوى الرائع. تنظيم السلطات قايمين النتيجة بين الفريقين الماضي 6-0.
لا كاين المسيرين امور كامله دازت عاديه، الجماهير دخلوا داكشي عادي كذلك، والجماهير فرحانين، وكما كتشوف معنا نساء اطفال شيوخ كلشي كيتفرج من الفريقين الافريقيين. نتمنى الله منتخب الوطني المغربي ونظيره المصري تغلب، والجماهير كيقولوا بان المنتخب الوطني المغربي تلعب بمدينه طنجه بملعب ابن بطوطه. كتشاهدوا معنا الاهازيج ديال الجماهير المنتخب المالي، وكنشوف في الملعب شخصيا كنشوف الجماهير الطنجاويه بان المنتخب المالي اللي خصها تغلب. واذا كان ممكن قلنا بعد المستمعين قلنا بان علاش بالضبط بان المنتخب المالي خاصه تغلب. كما كتشاهدوا معنا عبر المباشر على صفحتكم شوف تي في مباشره معكم في ملعب ابن بطوطه. كما كتشوف معنا الناس فرحانه، الناس نشطانه. اي في بث مباشر آخر إن شاء الله.